تنتصب عند أعلى نقطة من جغرافية الوطن، مساحة تخبرها العين المتمرسة بالتقاط تفاصيل المقاومة الريفية. يناوش الزمن والمكان الريفيان مسروداً يرشح بعبق التاريخ المقاوم. أزيز الرصاص، صهيل الخيول، روائح البارود، أمجاد الفعل البطولي، تحيينها صور تدعونا جميعاً لإعادة ترتيب جدائل السرد التاريخي. من شموخ أطواد الريف يطل علينا هذا الوجه المنذور للفعل البطولي المقاوم. سليل أسرة العلم والمقاومة يخط بالقلم مسالك الكفاح والتصدي. يد تحضن القلم المغموس بمداد الفخر والأمجاد، وعين تلاحق مفردات ملحمة القرن العشرين بأشواطها العصية عن التدوين. عبد الكريم شخصية ديال القرن، ديال القرن العشرين بدون منازع، بدون منازع، يعني شخصية ديال القرن العشرين. الحديث عن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يعني يتطلب أننا نتحدث عليه على الفصول يعني اللي قضاها مع الوالد ديالو، سواء وهو طفل ولا وهو شاب ولا وهو يعني كاهن، سواء عندما كان في مليلية وعندما كان إلى جانب والده يعني يحث القبائل الريفية على توحيد الجهود ولم الصفوف لمواجهة المستعمر الإسباني. تنطلق شرارة المقاومة الريفية صلبة مدوية، تنتصب البنادق، بنادق المقاومة كما العواتق. للزمن والمكان الريفيين مدارات النخوة والفروسية، لعلعة الرصاص، ارتطامات حوافر الخيل اللاهثة وراء رجع الصدى، صدى النصر المدوي. أنوال، أو حين ناوش الأمير المقاوم بالليل مكائد الغزاة ودك عند الفجر ما تبقى من حصونهم. لتتوالى بعد أنوال انتصارات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث استطاع في ظرف شهرين أن يحرر ما تمكنت إسبانيا من احتلاله في مدة 11 سنة. في مدة شهرين وصل الأمير في غشت إلى الناظور، وتم تحرير الناظور ليصل إلى أبواب مليلية الذي ارتأى عدم دخول إلى 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 داخل الحصن لاعتبارات متعددة، منه ما هو مرتبط بالقانون الدولي، منه ما هو مرتبط بما هو إنساني، منه ما هو مرتبط بعدم معرفة يعني المجاهدين مدى حجم القوات المتواجدة داخل مليلية. قام بعمل جبار، بعمل جدي، بعمل لا تشوبه شائبة، على أنه كان يعني يرغب في استقلال المغرب، ماشي استقلال يعني جهة من الجهات، ولكن استقلال المغرب، بل كان يعني يتجاوز هذا الفكرة إلى تحرير شمال إفريقيا. في هدأة الحرب يختط الأمير المقاوم أشواطا جديدة بأصبع على الزناد، وعين تناور مكر الأعادي. هي ذي دروس التاريخ وعظاته، توقظ حنين أعماقنا ليتخطفنا زمن الريف الهادر بالفعل البطولي. بعد أنوال وانتصارات أنوال وما حققته المقاومة،
سترتفع المعنويات وستلتحق قبائل كثيرة بالمقاومة، وسيعلن مجموعة من الأعيان سواء في ترقيست، في زرقط، في كتابة، في كزنايا، يعني ولاءهم ويعني التحاقهم بالمقاومة الريفية، وسيعلن عن الأمير الذي كان قد أعلن عنه قائدا للمقاومة، رئيسا ثم أميرا ثم يتم الإعلان عن جمهورية الريف في سبتمبر 1923. هناك من يقول في 1922، وهناك من يقول بأن الجمهورية ابتدأت فعلا بعد انتصارات أنوال مباشرة. على أي حال، تم الإعلان عن قيام كيان جديد حداثي حاول الريفيون من خلاله أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يقاوموا بواسطته يعني العدوان الإسباني وكذلك الفرنسي الذي كانت بدأت ملامحه يعني تظهر، وكذلك لتنظيم أنفسهم وتنظيم مجتمعهم والرفع من المستوى المعيشي للإنسان بمنطقة الريف. يعني المقاومة ما كانش مقاومة بالسلاح فقط، يعني مواجهة في الجبهات كما يفعل مجموعة من المقاومين في مجموعة من المناطق، بقدر ما كانت مقاومة على جميع المستويات، التنظيم والتأطير والتربية والصحة وشق الطرق وفك العزلة، هذا الشيء كله فترة وجيزة كانت تمكن الريفيون من صنعه بفضل النخبة التي تحكمت في قيادة المقاومة. بعد النجاحات التي حققتها المقاومة الريفية، سيعمل المستعمرين على توحيد جهودهم وسيشكلون حلفا يعني قويا يعني عسكريا مباشرا فيه الإسبان والفرنسيين بشكل مباشر بجنودهم وعتادهم وبواخرهم وبوارجهم، وهناك كذلك يعني دعم إنجليزي أمريكي ونرويجي وألماني تمثل في تزويد يعني الإسبان بالغازات السامة وبالمواد الكيماوية. كان أمام ظروف قاسية جدا، وأخيرا من الأول وهو كان يضرب، ماشي المجاهدين فقط، الأسواق والمزارع والديار وإلى آخره، كان يضرب بالسم، وكان يعني ما يسمى بالغازات السامة. فعل في التاريخ الإنساني المقاوم أذهل العالم كما الغزاة. تحالف الغزاة وتكالبوا لأجل هدف واحد، كسر شوكة الكفاح المسلح بالريف. سكن الرعب قلوب الجبناء فلاذوا بالسماء، يمطرون أرض المقاومة بكيمياء الحقد والجبروت. رغم اللجوء إلى هذه الأساليب، فظلت المقاومة يعني باسلة على جميع يعني الجبهات، وحقق يعني الريفيون انتصارات أخرى، ويعني فتكوا بجيوش الاستعمار في غير ما مكان وفي غير ما معركة. أمام هذه القوى فهمتي القاسية يعني كانت يعني تريد إبادة المجتمع في شمال المغرب، يعني إبادة نهائية، ولذلك كان مضطر أن يستسلم للفرنسيين. ثم كان ما كان من مكر التاريخ، كيف يحول الأمير المقاوم لحظة الأسر إلى لحظة زهو؟ كيف يمارس البطل الريفي استعلاءه المقاوم على آسريه؟ لعلهم وهم يتحلقون حوله كانوا يتحسسون دونيتهم، بينما كان الأمير البطل يتحسس داخل هندامه الريفي الأصيل انتماءه لهذه الأرض الريفية التي تبارك سير أبنائها الخلص.
يعيش الأمير زمن النفي القسري مناورا مفاوضا مشاكسا عنيدا لا يلين. العام اللي استسلم فيه الوالد لفرنسا بعد ما هاجموا الريف بالطائرات والجهاز الخناق، وهذه حاجة كانت فظيعة لأنه سمموا كل الريف بالمكلة وكل شيء، وفضل أنه يستسلم وينقذ الشعب واستسلم نفسه إلى فرنسا، وأخذوه منفى إلى جزيرة لاريونيون. إنما مشاش بوحده هو ومراته أولاده، هو وأخوه وعمه وبعض مجاهدين أخرين مشوا معنا. الحمد لله كانوا شي 40 واحد تقريبا، كانوا عايشين مش في دار واحدة، ولكن الديور كانت واحدة جنب الثانية، وكانوا كي طبعا تجتمعوا كل يوم مع بعضهم باش يتذكروا، وكانوا كان همهم الوحيد طبعا هو الوطن. يعني حسب معرفتي أنه كلامه وتحليله وكتابته وإلى آخره كلها كانت تصب حول قضية الحرية. يعني يريد التحرير. ففي في 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 نفس الجزيرة، يعني في نفس الجزيرة كان يقاوم الحكام الفرنسيين. والفي المنفى كانوا كيجوا عنده لو غوفيرنور، تصور لو غوفيرنور ديال ليل دو لا ريونيون تيجي عنده مرة يديروا زياره، الا ما عجبوش كلامه تيقول ليه سورتي دور، تيخرجوا ما تيخافش من، حيت هو دابا منفي يخاف من غوفيرنور ابدا، اي لو غوفيرنور كيحن الراس والله وتيخرج. وقاوم فعلا المنفى بواحد الطريقه غريبه جدا، انه داره ديوره كانوا بحال الريف، يعني جعل من داره الريف من اي ناحيه، من ناحيه في الدار كيهضروا غير بالريفيه، الماكله كلها ريفيه، لومبيونس ديال الدار تقول انت في الريف. الوالده لابسه ما فهمتش منين جابوا هذوك اللبس الريفي والصمت الريفيه، كل شيء ريفي في الدار، دونك تينسى يمكن مره ما تسحب هو في الريف. الأمبيونس إلى غيفان إن جامي شونجي، وخا بقى 21 عام. كيف لمن عشق الحرية وشموخ جبال الريف أن يخضع للدونية والحجر؟ النسر لا يأوي إلا عالي القلل، لذلك كان مرفأ الخلاص بور سعيد. تحول المقام بالقاهرة إلى محترف للتفاوض والتنظير ومناورة مكائد المستعمرين والغزاة حيثما مارسوا عدوانهم في كل بقاع الدنيا. تحول الأمير إلى أيقونة للمقاومة عبر العالم. تقرر أن ينقل من جزيرة ريونيون إلى كان، مدينة في فرنسا اسمها كان، وكان يعني كان عنده أنه يسافر في واحد التاريخ، ولكن طلب المهلة، فكانت الباخرة التي ستنقله من جزيرة ريونيون ستمر تحت رأس جبل الصالح، ولا يعني تحت إفريقيا. نزل في 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 بورسعيد. ومن أرض الكنانة تواترت بيانات التحفيز والتأطير لتبقى شعلة المقاومة متقدة، ليس في المغرب فحسب بل في كل بقاع العالم، وحيثما استعبد الإنسان أو استهدفت كرامة الشعوب. عنده موقف مشرف من الهند الصينية، مشرف بيان فو كيقولوا بنت أنوال، يعني
كان بالاسماء بلاش انه كان كيكتب بيانات للمغاربه اللي مشاو مع الجيش الفرنسي وكيمروا في قناه السويس، كان كيكتب بيانات ويحملها الشباب باش يوزعوها على اساس ان المغاربه لما يوصلون للهند الصينيه خصهم ينضموا للجيش الوطني ما يبقاوش مع الفرنسيس. في امريكا اللاتينة، في 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 افريقيا، في فلسطين، فلسطين لم يستطع يعني همه انه يرسل اكبر عدد ممكن من الفدائيين، ف يعني استطاع ان يرسل مجموعه من الناس من يعني من افكاره ومن من من الخطه ديالو اللي عملوها في فلسطين، ولكن كانوا اقليه. بالنسبه للوالد كان غير كفاح ضد الاستعمار، ولكن كان دائما تهضر على كل الدول العربيه، ما كيهضرش غير على المغرب ابدا، كان تهضر على الجزائر، على تونس، ليبيا، مصر، كله بالنسبه له دول اسلاميه لازم يدافع عليهم. عاش الأمير المقاوم بطلا ومات بطلا، وشيع على أتم ما يكون تشييع الأبطال العظام. رحل تاركا لنا حنينا جارفا نحو تلك السروج الشماء. كم كنت بسيطا وفي بساطتك شموخ الكبار، كم كنت وديعا وفي وداعتك عناد الجبال المقاومة لكل عوامل التعرية. سلاما لعينك التي امتحنت وهي تقتنص مراقي المجد في التاريخ، لليد التي خطت سير الأبطال الأشاوس. سلاما لقامتك التي لم تنحن يوما إلا لحشو البندقية، وسلاما لأصبعك الذي سحب الزناد عن الطلقة الشجاعة، ثم سلاما لحفدتك من أبناء الريف الخلص البررة على كل هذا الوفاء لروح المقاومة الممتدة فينا.